نقول هذا وهب بن جمعة أسلم. من شباب قريش ومن المحافظين في على الدين، ويمتثل نقول في قوة شبابه وريعانه، والرجال وسيم والرجال بصحة وقوة، وقصائده مشهورة. فالرجل جميل، وشافته وحده من بلاد الشام في الحج ورغبت فيه، فقال أما في الزواج فنعمة، وأما في غيرها في الحرام فلا. فسنة من السنوات في عهد معاوية بن أبي سفيان استاذنت بنته للحج، وطلعت للحج، وفي مكة قامت نصبوا الشراع لها وحطوا الأروقة، وكانت الأيام حر، وبعد ما أخذت عمرتها وقبل في أيام الحج قبل بداية التروية كان الأيام حر، قالت ارفعوا الأروقة عسى يجينا هواء. ولكان أبو دهبل قريب، فلما رفعوا وقعت عينه بعينه، فرأى ذا الجمال في عاتقة بنت معاوية، ففوه فيها وقعد يناظر لها، وهي سبحان الله العين بالعين، فرأت الولد الشاب هذا الجميل، ثم قالت نزلوا الرواق. فهو سرح ذهنه وخياله، وقالت هي لمن حولها روح شوف الشاب هذا ماذا قال. ذهب، ولما جاء قال عاتقة بنت معاوية تقول ماذا قلت. هو لما رآها رأته وانتبه لنفسه إلا كان شارد الذهن بدأ، فقال ذا الحين بتعلم والدها ولا تعلم أخوها كان في أهرب ولا أنتظر إلا المرسول جاي. فمثل ما قال أخونا أمس إن الناس من أول يحفظون الأشعار من أول مرة، فقال فيها قصيدة عجيبة ووصفها وصف دقيق بدون أنه يذكر اسمها أو اسم نسبها. فلما جاءت وتمعنت في القصيدة أعجبت بالقصيدة، فأرسلت له هدية. الآن دارا إنه داخل قلبها مثل ما دخلت قلبه، وحج، وما تم الحج رجعت القافلة للشام فذهب معه، فكان يلقي القصائد ولا يبين فيها من هو هذه المزيودة والمقصودة. الله الله، حتى وصل الخبر إلى عند معاوية بن أبي سفيان إن أبو دهبل يلقي القصائد في ابنتك. قال ادعونا الموجودين في الشام من القرشيين ونسوي مأدبة لهم، ومن ضمنهم أبو دهبل. لما جاء أبو دهبل سمع بن العزيمة لقريش جاء معهم، وقال لعلي أنظر إلى عاتقة أو أشاهدها. وجاء وحضر الحفل والعشاء، ولما طلعوا معاوية قال للحاجب إذا طلعوا الناس فامسك لي أبو دهبل وجبه لي. تأخر شوي الرجال وده يشوف، ولا مسكها الحاجب ورده، قال أنت ما قلت القصيدة الفلانية وقلت القصيدة وقلت القصيدة؟ قال قلتها لكن في عام. قال لا تقصد بها عاتق، لا تعلم أن يزيد إذا علم عنك أنه بيقطع راسك. معاوية يزيد ولده معاوية يقول أهله. قال استرني يا أمير المؤمنين، قال بشرط أنك لا تقول ولا كلمة في عاتقة، وإن تذهب مع القافلة اللي بترجع
مكة، قال سمع وطاع. رجع إلى مكة، ولما جاء في مكة خذ فترة ومر على المكان اللي شاف عتقة فيه وهو يكتب له قصيدة أخرى، ما صبر أي، ويرسلها إلى عاتقة. ولما جاءت عاتقة منين شافت الكتاب ده وهي اتهل الدمع. علم الحاجب معاوية بأن عاتقة جاها كتاب ومنين جاها الكتاب وهي حزين، قال حاول انك تأخذ الكتاب وتجيبه لي، وخذ الكتاب. لما جاء له قصيدة فعلم منها من أبو دهبل، قال يا أبو دهبل، قال يا يزيد تعال. الخبر ما عاد هذا ما قال أبو دهبل في عاتقة، قال بسيط يا أمير المؤمنين، نرسل له واحد من صبياننا يقطع رأسه. قال لا، لو قطع رأسه قالوا على أساس أنه يتكلم في بنت الخليفة. العلم عندي، وحج ذيك السنة أبو معاوية بن سفيان إلى أن جاء واستدعى كبار قريش واستدعى شعراءهم وأكرمهم وقال تعال يا أبو دهبل أنت قلت القصيدة هذه، قال هذا الواشين، قال لا، لكن اختار أي وحدة تبيها وزوج خيها. قال والله بنت عمه فلان معين عنه، واستدعاهم وقال أنا أمركم أمر بنت زوجوه وزوجوه، وعطاها مهرها 2000 دينار وبعث له هو 1000 دينار، وتمت القصة وزيدها سلامة.